هلا الأنيميا هي من أكبر المشاكل التغذوية اللي بيعانيها الناس في العالم، ماشي؟ هلا لما نيجي نحكي لحد عنا في المجتمع، أنت عندك أنيميا ممكن ما بيخاف، بس الأنيميا في إلها مضار كتير كبيرة. هلا الأنيميا هي مشكلة على مستوى الصحة العامة في مجتمعنا، وعادة بتأدي لحدوث أعراض جانبية، وكمان بتأدي لزيادة المخاطر الصحية، وممكن تتأدي لحدوث زيادة في احتمال حدوث الوفاة عند الحوامل والأطفال لما يكونوا عندهم هاي المشكلة. هلأ شو تعريف الأنيميا؟ الأنيميا تعريفها إنه نسبة الهيموغلوبين في الدم بتكون أقل من الطبيعي. ليش نسبة الهيموغلوبين في الدم ممكن تكون أقل من الطبيعي؟ لأنه في عنا عدة أسباب رح نحكي عنها بشكل مسهل في المحاضرة هاي. زي ما حكينا إنه الأنيميا عادة بنحددها بنسبة أو بتركيز الهيموغلوبين في دم الإنسان. هلا إذا كان الهيموغلوبين في دم الإنسان قليل، معناته هذا الإشي بدل على إنه عنده أنيميا. شو هي النسب الطبيعية؟ هلا عادة بصير الإنسان عنده أنيميا أو عنده ريسك إنه يكون أنيميا إذا كان طفل عمره من 6 سنين لخمس شهور، من 6 شهور لخمس سنين، إذا كان الهيموغلوبين أقل من 110 جرام بير ليتر. إذا كان طفل من عمر 5 لـ11 وكان الهيموغلوبين أقل من 115 جرام بير ليتر. وإذا كان طفل من عمر 12 لـ18 سنة وكان الهيموغلوبين أقل من 120 جرام بير ليتر. وإذا كان من وكان الهيموغلوبين أقل من 130 جرام بير ليتر، أو كان وومن وكان الهيموغلوبين أقل من 120 جرام لليتر، والبريجننت وومن إذا كان الهيموغلوبين عندها أقل من 110 جرام بير ليتر. هلا كيف إحنا بنقيس الأيرون ستاتس؟ نقص الأيرون هو من أهم أسباب حدوث الأنيميا في العالم، لكن كيف إحنا ممكن نعرف إنه الإنسان في عنده نقص في الأيرون؟ هلأ إذا إحنا قسنا الهيموغلوبين، الهيموغلوبين ما بدلنا على نقص الأيرون إلا بس يكون نقص الأيرون صار مستفحل وصار clinical condition. هلأ كيف ممكن؟ ممكن إننا نقوم بفحص الفيريتين. الفيريتين هذا انديكيتر مهم على الايرون ستاتس في جسم الانسان، ونسبته في الدم بتدل على قديش في عند الانسان في جسمه مخزون من الايرون. فلما يصير نقص في الفيريتين بيكون هذا الاشي بدل على انه في عندنا first stage of iron deficiency of iron deficiency. هلا فعشان هيك الفيريتين هو كتير sensitive parameter. قبل ما يصير في نقص في الهيموغلوبين، إذا كان في نقص في الفيريتين معناته هذا الإشي بدل على إنه الإنسان في عنده iron deficiency، مثل الهاش manifestation على شكل clinical. هلا عادة المشكلة إنه ممكن الانفكشن والانفلاميشن، يعني إذا الإنسان بصير في عنده التهاب بكتيريا أو فيروس، أو بصير في عنده أي inflammatory process في جسمه، هذا الإشي ممكن يؤدي برضه لتغير في الكونسنتريشن تبع الفيريتين. نسبة الفيريتين إذا كانت أقل من 10 ميليجرام بير ديسيل بير ليتر، هذا الإشي بدل على إنه في عند الإنسان iron deficiency. هلا في other indicator للmeasurement of iron status. cellular transferrin receptor. transferrin هو عبارة عن بروتين بيقوم بنقل الايرون من مكان امتصاصه لأماكن استخدامه وأماكن تخزينه في جسم الإنسان. هلا لما يصير نقص في الايرون رح يرتفع تركيز الترانسفيرين. فعلشان هيك عادة لما الإنسان يكون في عنده infection ممكن إنه نستخدم الترانسفيرين أو soluble transferrin receptor كإنديكيتر على الأيرون status، لأنه ممكن تركيز الفيريتين ما يكونش accurate في هاي الحالة. هلا الهيماتوكريت انتو بتعرفوا ان الهيماتوكريت هو حجم كريات الدم الحمراء. الهيماتوكريت بيتناسب مع الهيموغلوبين
وبيعتمد على حجم كريات الدم الحمراء، فعشان هيك الهيماتوكريت ممكن انه يدلنا على تركيز الايرون او كمية الايرون في جسم الانسان. وفي عنا other factors. هلا نعطيكم بعض الاحصائيات عن الانيميا. الانيميا هي اكثر مشكلة تغذوية في العالم من ناحية نقص المايكرو نيوتريانت. هلا تقريبا 30% من سكان العالم عندهم مشكلة الانيميا. هدول 1 بليون من هدول الناس في عندهم مشكلة الايرون ديفيشنسي انيميا. هلا في الدول اللي هي نامية developing countries، من بين كل 2 امرأة حامل في واحدة من هدول الستات بيكون في عندها ايرون ديفيشنسي انيميا، ومن بين كل 3 أطفال قبل ما يدخلوا في المدرسة في منهم 1 بيكون في عنده انيميا. ماشي. هلا WHO estimates انه 800,000 death في العالم راح تكون سببها ناتجة عن الايرون ديفيشنسي انيميا في العالم كله طبعا كل سنة. هلا الانيميا اللي بتكون خفيفة اللي هي بنحكي لها المايلد ايرون ديفيشنسي انيميا، في لها بعض الاشياء الجانبية، ممكن الواحد يحس حاله تعبان، يكون وجهه أصفر، بس في عادة الناس اللي بيكون عندهم مايلد ايرون ديفيشنسي انيميا بتكونش وضعهم خطير، لأنه في الجسم كومبنسيشن ميكانيزم، يعني طرق لتعويض النقص في الهيموغلوبين عن طريق زيادة الإفيشنسي في إنه يتم استخلاص الأكسجين. وأنت الأنيميا بصير في منها مضار على صحة الإنسان، لما تصير مودريت يعني الهيموغلوبين من 70 لـ90 جرام برليتر، أو سيفير أقل من 70 جرام برليتر. أنتوا ممكن تتخيلوا شو ممكن يصير لما يصير الأنيميا سيفير أو مودريت، رح يصير في نقص في الأكسجين في الأنسجة، وهذا الإشي ممكن يؤدي لحدوث وفيات عند الأمهات، خاصة لما بيكونوا في مرحلة الإنجاب، وكمان الأمهات الحوامل طبعا، وكمان عند الأطفال. كمان الأنيميا بتؤدي لزيادة مخاطر الإنفكشنز. ماشي. هلا لما تصير الأنيميا كتير سيفير بصير الجسم مش عارف كيف بده يستخلص الأكسجين، هذا الاشي بيأثر على عمل عضلة القلب، وممكن هذا الاشي يؤدي لحدوث هبوط قلب احتقاني، ممكن هذا الاشي يؤدي لحدوث هارت فيلر، وممكن يؤدي هذا الشيء لا مشكلة في التئام الجروح بور ووند هيلينج. هلا لما تكون الوحدة بريجنانت هذا الاشي ممكن يؤدي لانجاب طفل قبل الاوان، بريترم انفنت، ممكن يؤدي لانجاب طفل وزنه اقل، لو بس انفنت، وهذا الاشي بالنهاية ممكن يؤدي لحدوث الدث عند الاطفال اللي بينولدوا لامهات عندهم انيميا. هلا كمان الانيميا الايرون ديفيشنسي انيميا بتقلل اداء العضلي، بتقلل المسل بيرفورمانس. ليش؟ لانه العضلات بتحتاج اكسجين حتى تشتغل بشكل مثالي، فبالتالي نقص الايرون بيؤدي لضعف او لانهاك في عمل العضلات. مين هم الناس المعرضين انه يصير في عندهم انيميا، وليش معرضين انه يصير في عندهم انيميا؟ اول شيء الانفنتس اللي هم الاطفال في اول سنة من الحياة، والاطفال في الايرلي تشايلدهود. هلا في هاي الفترة نقص الايرون كتير خطير. ليش؟ لانه نقص الايرون المور ايرون ستاتس بيأثر بشكل سلبي على الكوجنيشن، على الإدراك، على الموتر والسوشيال ديفلوبمنت، على الأداء الحركي والقدرات الاجتماعية عند الطفل، لأنه بأثر على نمو الجهاز العصبي. هاي الفترة كمان بتتميز إنها فترة نمو سريع وتطور في جميع أجهزة الطفل، فعشان هيك نقص الأيرون فيها بيكون كتير خطير. هلا عادة ليش ممكن يصير نقص في الأيرون في هاي الفئة؟ ممكن أول شيء الرضاعة الطبيعية، حليب الأم هو كمية الأيرون اللي فيه كتير قليلة. كمان أحياناً لما يصير عملية الولادة بتم قطع الحبل السري بشكل مبكر،
التأخر في قطع الحبل السري ممكن يساعد على انتقال الدم اللي بيكون في الكورد في الامبليكال كورد، وهذا الدم بيكون فيه كتير ايرون. فإذا انقطع هذا الحبل السري بشكل مبكر، هذا الدم الغني بالايرون مش رح ينتقل للطفل، وهذا الحكي رح يؤدي لتقليل الايرون عند الإنسان عند الولادة. هلا كمان الايرون نيد از انكريزد، يعني لا احيانا الطفل في هاي المرحلة بيكون عنده حاجة من الايرون اكثر من اللزوم، ومش اكثر من سوري يعني بيكون عنده حاجة من الايرون كتير عالية، وفي نفس الوقت ما في شيء مصادر للايرون في الغذاء كثير. مين كمان الناس اللي بيكون ممكن يكون في عندهم نقص في الايرون؟ الأطفال في عمر المدارس اللي هم السكول تشيلدرن. هلا السكول تشيلدرن لما يكون في عندهم نقص في الايرون ويصير في عندهم انيميا، ادائهم الدراسي بيضعف وقدرتهم على التعلم والاداء برضه بتقل. هلا كمان في مرحله الحمل، هلا في مرحله الحمل حاجه الومن للايرون بتزيد، وكمان عملية الإنجاب بتؤدي لفقدان الدم، فعشان هيك عندهم حاجة كبيرة للآيرون. هلا الفيماز في عمر الحمل، هدول الفيماز بيفقدوا الدم بشكل ريجولار على شكل الدورة الشهرية. نقص الكبر بيؤدي لحدوث الآيرون ديفيشنسي أنيميا. ليش الكبر نقصه بيؤدي لحدوث الآيرون ديفيشنسي؟ أول شيء الكبر هو عنصر معدني ضروري، فهو essential in nutrient، هو مهم لعمل البروتينات في جسم الإنسان، مهم في oxidation reduction reaction في human body. نقص الكبر بيؤدي لحدوث الآيرون ديفيشنسي أنيميا، لأنه البروتين اللي مهم لعملية mobilization of iron واليوز اوف ايرون بقل، فعشان هيك نقص الكبر ممكن يؤدي لحدوث الايرون ديفيشنسي انيميا، لان في البروتينات، هاي البروتينات مهمه لتحريك واستخدام الايرون في جسم الانسان، لما يكون في نقص في الكبر رح يصير في نقص في هاي البروتينات. هلا الاغذيه اللي بتحتوي على الكبر بتشمل البقوليات، البطاطا، الاكل المنتج من البطاطا، المكسرات، البذور، ولحم الابقار. اللي نقصها كمان بيرتبط بالأنيميا الزنك. الزنك هو واحد من التريس إليمنت، والآيرون أصلاً التريس إليمنت. الزنك كتير مهم لصحة الإنسان، بيدخل في كتير وظائف، في عنا مئات الإنزيمات في جسم الإنسان بيدخل في تركيبها الزنك وفي عملها. كمان الزنك مهم في تركيب كتير بروتينات، مهم في تركيب السيل ممبرين، مهم في تركيب النيوكليك أسيد، وكمان مهم في النمو، مهم لإنزيمات الجهاز الهضمي الجي آي الجاسترو انتستينال تراكت، ومهم في عمل جهاز المناعة. هلا نقص الزنك بيؤدي لحدوث جراس ريتارديشن، بيؤدي لحدوث تخلف في النمو، بيؤدي لحدوث سمول بيرث ويت، يعني الطفل بيطلع حجمه أصغر من اللزوم، بزيد الانفكشن، وممكن يصير في عنا تصرفات أو نيورو بيهيفيرال بروبلم.